مشاهدينا أهلا فيكم. في كل مرحلة من مراحل الحياة أجزاء تنمو فينا وأجزاء تتغير، ومع كل نمو وتغيير نكتشف في أنفسنا إمكانات جديدة ما كنا ندري أنها جزء من الرحلة. كيان أيضا في موسم الجديد في إضافات مهمة للغاية، من بينها فقرة عن صحة الأم والطفل واللي راح نستضيف فيها اختصاصيات في هذا المجال. هذا بالإضافة لفقرة جولات خارجية وفقراتنا المعتادة اللي شفتوها وعرفتوها في المواسم السابقة في السياحة والديكور والصحة النفسية. في حلقة اليوم إن شاء الله عندنا لقاء مع الدكتورة هديل الموسى عن النساء وريادة الأعمال. تابعوا هذا اللقاء بعد قليل. مشاهدينا حياكم الله من جديد. تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال من الموضوعات اللي يتناولها البحث العلمي اليوم من زوايا تفصيلية مهمة. خلونا نتعرف اليوم على بعض هذه الزوايا مع ضيفتنا في الاستوديو، وهي باحثة مهتمة بهذا المجال إلى جانب كونها إعلامية. دكتورة هديل موسى، أهلا وسهلا، نورتينا في كيان. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتورة. قبل دخولك لمجال ريادة الأعمال واهتمامك بدراسته، اشتغلتي في الإعلام. خبرينا شوي عن علاقتك بهذه التجربة اليوم، وهل انعكست بأي طريقة على اهتمامك بريادة الأعمال أيضا؟ والله هذا الحديث له شجون. دائما أقولهم الهوى إعلامي، والإعلام من التخصصات اللي دائما تكون يعني حب وشغف وانت أدرى، وأكثر من ما هي تسقليها بالدراسة، ولكنها جدوتها تطل حية فيك دائما. طبعا خريجة إعلام إذاعة وتلفزيون، وصادفت يعني وقتها من فرص العمل الحمد لله رب العالمين، وفقني اشتغلت في وزارة القوى العاملة وكان في بداياتها، وهنا دخلت في إنه الإعلام في جانب قضايا العمل، وبدأ يثير اهتمامي فكرة إنه الوظائف أو المهن اللي نمتهنها في الحياة كيف تحدد وضعنا الاجتماعي وهوياتنا وأيضا تربيتنا لأولادنا. فالعمل الحين في حياتنا، أو حتى إذا الواحد لا يعمل، مش فقط يحدد وضعك الاقتصادي، ولكن يحدد وضعك الاجتماعي، يحدد طموحاتك، يحدد حتى مسارك في الحياة. فبدأ هذا الجانب يثير اهتمامي، وبعدين طبعا دخلت في قضايا التعمين، قانون العمل، النقابات. هنا بدأ يثير اهتمامي موضوع أنه ريادة الأعمال شو هو، شو يعني لنا إحنا كعمانيين، مين اللي ممكن يدخله، مين اللي ممكن يحلم فيه، إيش الفرص اللي يعطيك في الحياة، كيف ترى نفسك وكيف يراك المجتمع. بدأت هذه الأسئلة تثير اهتمامي، وهنا طبعا دخلت في ريادة الأعمال، ولأني امرأة فكان جزء من الموضوع بأنه يعني كيف وضعنا إحنا نساء في عمان تحديدا في جانب ريادة الأعمال، ولأنه كان في بداياته أيضا كهيئة، يعني لما صارت في 2013 إيش المساحات اللي تعطينا، إيش الدعم، إيش الجانب المؤسسي والدعم حتى مثلاً الإجرائي أو القانوني بالنسبة للمرأة. وطبعاً هي أنا أخذت المرأة هي الأساس في الدراسة، كوني أنا أيضاً يعني، لأنه هذا طبعاً مدارس ما بعد الحداثة تركز كثير على كونك أنت كباحث أو باحثة في البحث دورك في التأثير على البحث. صحيح. فهذا الجانب فأخذته أنه يعني هو يعني كنا إحنا نساء في المجتمع هو محور الدراسة، ومنه كنت أيضا يعني أقارن أو مثلا يعني أنطلق اللي هو فكرة حتى مثلا الرجل أو الذكر في المجتمع لما يتجه إلى ريادة الأعمال بالمقارنة مع وضع المرأة. دكتورة، من خلال دراستك وتحليلك للمجتمع المحلي بشكل عام، بالإضافة لخبرتك العملية، برأيك ما هي أهم العوامل والدوافع اللي تخلي المرأة في مجتمعنا تنخرط في مجال ريادة الأعمال؟ يعني شوفي، هو أنا عموماً مثلاً بحثي كان من منطلق اللي هو علم الاجتماع الثقافي. نعم. فينظر للفرد أو لنا إحنا كأفراد إن إحنا منتج اجتماعي. فحتى فكرة مثلاً يعني استشهد هنا بمقولة فوكو اللي هو فيلسوف فرنسي، يقول لك إن حتى فكرة إيش اللي ممكن تصيره هذا يعطيك يا المجتمع قدرتك على الحلم في إيش ممكن تصبح. فاللي لاحظته مثلاً الناس اللي تتشجع أو حتى مثلاً خلال الدراسة
غالبيتها انه في الاسر نفسها في ناس داخله في المجال، فبالتالي او حتى من ممارسات بسيطه قد تكون انه في حد في البيت مثلا فكره رياده الاعمال او فكره انه العمل الحر، نعم ان صح التعبير كنا مثلا نستخدم هذا المصطلح سابقا، موجود في البيئه المحيطه، فهذيلا غالبا ما تكون الفكره موجوده في الساحه وبالتالي ممكن تراود الانسان. إذا ألفة المجتمع دكتورة بموضوع المجازفة وريادة الأعمال أكيد له دور في توجه النساء لهذا المجال بالضرورة، هل هناك معيقات أخرى شائعة وموجودة في مجتمعنا بشكل خاص؟ في فكرة أنه الجانب المؤسسي الإجرائي الدعم، هل هذا يراعي بالنسبة يعني لمجتمعاتنا إحنا تحديداً وضع المرأة الاجتماعي، الوضع الأسري؟ تعرفي إحنا مثلاً أيضا في المناطق لها خصوصيات معينة. أنا كان في عندي دراسة عملتها مع، طبعا هذا خارج الدكتوراه، ويوجه لهم تحية، بنات زري في مسندم. يعني بصراحة فكرة أنه يكون في مثلا محل هدايا داخل أوتيل، فكرة أن المرأة تروح الأوتيل وممكن تبقى لوقت متأخر، هذه كلها عبارة عن تغييرات اجتماعية يعني حدثت آخر عقد من الزمان. وبهذا الحديث يعني أحيي الفريق في برنامج كيان، لانه قاعده يعني بدايه البرنامج لما ذكرني بايام الجامعه لما كنت انا ادرس اعلام وكنت تخصص اذاعه وتلفزيون، كنت الطالبه الوحيده وسط 30 شاب. وحاليا لما اشوف فريق كامل من مصوره لمخرجه لمعده لمذيعه ايضا، فبالتالي هذا كله يعطيك نوع من انه، طبعا انا قاعد اتكلم انه خلال عقدين من الزمان هذا التغيير الكبير اللي انا اعتبره قصيره نسبيا، فتره قصيره في تغيير المجتمعات. المجتمعات تاخذ فترات اطول، بس طبعا الحين الزمن صار في عصر السرعه وعصر الاقتصاد اللي ايش هو التشتيت يسموه، يعني فيعني عندنا الحين الاشياء قاعده تصير بشكل اسرع، وان كانت قد تكون بشكل مشط اعمق، بس يعني ماشيه بشكل الوتيره سريعه جدا. فهذا بحد ذاته يقول لك انه طيب احنا، هل احنا مثلا القوانين او الجانب الاجرائي ايش تعطي المراه؟ يعني الحين لو واحده قررت تفتح رياده الاعمال او تفتح مثلا مشروع وتسجل في رياده وغيره، هل مثلا فرصها في في في, في بناء الاسره، في تكوين اسره، فرصها في مثلا بناء بيت، هل وضعها الاجتماعي اثر؟ هل وضعها الاسري اثر؟ الفكرة أن احنا دائما نناقش هذا الموضوع، لأنه دائما نعتبر أن الأسرة مشكلة أو يعني مسؤولية المرأة. صحيح. هي مسؤولية طبعا طرفين في المجتمع والمجتمع كله، بس هل الإجراء يناسب؟ يعني إذا كان العمل لحد أوقات متأخرة من الليل، أو أني أضطر أفتح المحل مثلا في رمضان والعيد لحد الفجر، هل أنا وضعي الاجتماعي يسمح؟ فهل الإجراء القانوني يسمح بهذا الشيء؟ هل سوق العمل يعطي هذا المجال؟ هذه كلها طبعا احنا اعتبرها من نسبيا من المعوقات اللي موجوده في يعني في جانب رياده العمل المراه، لانه لابد من مراعاه هذا الجانب. او عموما معظم الدول صارت تراعي الفرق يعني في حسب المناطق وحسب خصوصيه المنطقه. طبعا نتمنى يكون في كذا نوع من الدعم والتمكين الاضافي ان شاء الله في الفتره المقبله، بحيث انه يتمكن النساء اكثر من دخول هذا المجال والاستمرار فيه، وبالتاكيد هذا بفضل جهودكم في البحث العلمي وايضا في سياسات التمكين والتنفيذ. شكرا جزيلا لك دكتوره، استمتعنا جدا بوجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا على هذا الاستضافه، وشكرا لفريق العمل. يا اهلا وسهلا. مشاهدينا خلونا ننتقل معاكم إلى فقرة ذوق، ونشوف كيف ممكن نختار النبتة المناسبة للمكان حسب عوامل الإضاءة والري وغيرها. كل هذا مع ضيفتنا رحاب المعمرية. وسهلا فيكم، بصحبكم اليوم في فقرة لطيفة تخص هذه الكائنات اللطيفة اللي هي النباتات. إيش هي التفاصيل اللي مهم ناخذ بالنا منها قبل نقتني هذه النباتات؟ أول شيء لازم نعرف المكان اللي نريد نحط فيه هذا النبتة، إيش الظروف هذا المكان. على سبيل المثال الإضاءة اللي فيه
كم مدتها تقريبا؟ هل هو مكشوف او مفتوح؟ في اشعة شمس مباشرة غير مباشرة؟ فعلى سبيل المثال الغرفة اللي ما يدخلها ضوء الشمس المباشر وتكون فقط على الإضاءة الداخلية، هذا الإضاءة خافتة أو تميل إلى المتوسطة، بمعنى أنه أقل من 6 ساعات في اليوم الإضاءة تكون شغالة. من المناسب أن نقتني نبتة مثل الزامية، لأن الزامية تتكيف مع قلة الإضاءة، ولكن من الخطأ أني أجيب نبتة مثلا على سبيل المثال صبار أو كلانشو ونحطها في هذا المكان، لأن الكلانشو والصبار يحتاجوا إلى أشعة شمس غير مباشرة. أيضا في نقطة مهمة اللي هي نقطة التباين والتآلف، بمعنى أني هل هذه النبتة اللي بجيبها وأحطها على سبيل المثال في زاوية أو في الرف، هل حجم النبتة متناسب مع المكان اللي بحطها فيه؟ فعلى سبيل المثال يفضل أنه إذا كانت النبتة فيها مثلا أوراق كثيرة خضرة كثير فيها زهور، يعني من المفضل أن نخليها في مكان خلفيته على سبيل المثال تكون ما فيها تفاصيل كثيرة أو سادة، حتى تبرز جمال هذه النبتة وجمال تفاصيلها في هذا المكان بشكل أكبر. في أيضا نقطة مهمة أخرى اللي هي لازم يكون حجم الأصيص متناسب ومتناسق مع حجم النبتة، يعني ما يصير مثلا نشتري نبتة حجمها كبير ونخليها في أصيص حجمها ضيق أو صغير. في نقطة أيضا مهمة اللي هي لازم نراعي هذه الأصايص اللي بنختارها، يعني تكون متناسبة مع الجو العام أو الطابع العام للمكان اللي بنحطها فيه. على سبيل المثال إذا كان الطابع العام لهذا المكان هو بسيط وريفي، يفضل أن نستخدم أصيص من القش أو من الخشب حتى يعني تكون متناسق مع الجو العام، بينما لو الطابع العام لهذا المكان أو لهذا الغرفة طابع حديث، يفضل أن نستخدم على سبيل المثال الأصايص السيراميك مع النبتات اللي نختارها. في هذه الحالة تكون النبتة متناسقة أكثر مع الجو العام. وأكيد الذوق الشخصي يلعب دور في كل هذه الاختيارات، ولكن حبيت أذكر هذه النقاط لأنها نقاط عملية وممكن أنها تساعدكم أن تظل النبتة معكم بحيويتها وبجمالها لفترة أطول في هذا المكان. من المهم بالنسبة لكل امرأة ترغب في الإنجاب وتأخرت في الحمل إنها تعرف أسباب هذا التأخير وأهم الطرق العلاجية اللي ممكن تساعدها. رح نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة بدرية الفهدية، استشارية طب الأجنة، وهي أيضا رئيسة الرابطة العمانية لطب النساء والولادة. أهلا وسهلا دكتورة بدرية. أهلا وسهلا فاطمة. في البداية خلينا نتعرف دكتورة على أهم الأسباب الشائعة لتأخر الحمل عند النساء. طبعاً الأسباب قد تكون مختصة بالمرأة وقد تكون مختصة بالرجل. المرأة أسباب كثيرة، يعني أولها يمكن تكيس المبايض فما يصير تبويض، ممكن انسداد الأنابيب، ممكن أي مشكلة أخرى، ضعف التبويض. طبعاً أحياناً كثيرة لما يجوا الزوج والزوجة للفحوصات نكتشف إن هم الاثنين عندهم مشكلة. فدائماً دائماً أنصح الناس إنهم الزيارة الأولى يروحوا عن طبيب مختص عشان يحلل المشكلة ويشوف سببها، هل هي انعدام التبويض مثل ما هو في تكيس المبايض، مثل ارتفاع هرمون الحليب، هل هو ضعف المخزون مثل غير معروف السبب أو بسبب البطانة المهاجرة. فمهم جداً نعرف السبب بزيارة طبيب مختص. طبعاً بالنسبة للرجل يفضل إنه يزور طبيب ذكورة مختص في الإنجاب. طيب ماذا عن أهم الطرق العلاجية الآمنة اللي ممكن تساعدنا في حالات تأخر الحمل؟ طبعاً من السبب نقدر نحدد إيش نوع العلاج، فمثلاً إذا كان السبب عدم تبويض نقدر نستخدم منشطات،
إذا كان ضعف مخزون ممكن نروح بعد للمنشطات، وفي المقابل ممكن نلجأ للحقن المجهري. إذا كان تسكر أنابيب أو النوت أو مشكلة مع الرجل غالباً نروح للحقن المجهري على طول. بس أحب أنبه لنقطة إنه قبل بداية أي علاج نحتاج إن احنا نغير نمط الحياة، نحتاج إن احنا نستخدم مضادات أكسدة. طبعاً الدراسات أثبتت وإحنا وحدنا لاحظنا في المركز عندنا إنه الناس اللي يعني يغيروا نمط حياتهم طبعاً قبل لا تبدأ أي علاجات في تأخر الإنجاب، تغيير نمط الحياة، نوع الغذاء، مضادات الأكسدة تحسن من جودة البويضات وتحسن من جودة الحيوانات المنوية. غالباً أنا أنزل كل فترة في موقع المركز في الإنستغرام كيف إن إحنا نقدر نغير نمط حياتنا، ما هي الطرق اللي ممكن تحسن جودة الحيوانات المنوية، الطرق اللي تحسن جودة البويضات. فهذه الأشياء جداً مهمة. يمكن الناس يعني للأسف يجيك للعلاج باغي يكون فيكون ابدأوني العلاج بكرة. وناس كثيرين احنا بالعادة نبدأهم علاج خفيف أول شيء لما يستوعبوا، بالإضافة لأن احنا نعطيهم وقت يتكيفوا مع الوضع ويبدوا مضادات أكسدة يغيروا نمط حياتهم. بس في الغالب يعني الناس ما يريدوا دائما علاجات على طول، يعني علاجات طبية مثل استخدام الأدوية أو الحقن المجهري. دكتورة، في بعض الحالات يكون المرأة يعني سبق لها الإنجاب ولكن في الحمل التالي تعاني من مشكلة أو في تأخر في الحمل، إيش هي أهم الأسباب الشائعة لهذا؟ يعني المرأة اللي سبق إنها أنجبت ممكن تكون أيضاً حملت بعلاج من قبل، فأنت لازم تأخذ التاريخ المرضي، كيف حملت الحمل الأول، هل استخدمت منشطات، هل كان أطفال أنابيب، هل كان بمساعدات. أحياناً تكون سيدة حملت صح طبيعي بس بعد الحمل زاد وزنها، فأحياناً زيادة الوزن تؤدي إلى أنه تأخر حمل ثانوي. النقطة الثانية الأنابيب، أحياناً تتسكر لأي سبب، بسبب التهابات أثناء الولادة أو أثناء العملية أو أثناء أو أسباب أخرى. بس تأخر الإنجاب يعني نعامله مثل الرئيسي، بس الثانوي نزيد عليه أنه دائماً نتأكد أنه الأنابيب مفتوحة، نتأكد أنه ما تغير شيء من الحمل الماضي، ونتأكد من التاريخ المرضي إن السيدة أصلاً يعني راح تاجد علاج. أنت ممكن تستخدم نفس العلاج على فكرة، نعم، يعني للعلاج اللي استخدمته عشان الحمل الأول. إذن الأسباب مختلفة ولابد من الرجوع لمختص لمعرفتها، وبالتالي استخدام أو اللجوء لوسيلة علاجية مناسبة على حسب السبب هذا. كل الشكر لك دكتورة بدرية، ما قصرتي على هالمعلومات، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة ونتحدث عن موضوعات أخرى تتعلق بالصحة الإنجابية. شكراً جزيلاً فاطمة. شكراً. كل الشكر. متابعينا، ننتقل معاكم الآن للجولة الخارجية مع الزميلة تاج البلوشية، واللي راح تكون لمساحة سوريلا، مساحة خاصة للنساء فقط. تابعونا. الجديدة والعظيمة في عالم ريادة الأعمال غالباً تكون ناتجة عن وجود حاجة أو نقص، وأن تفكر رائدة الأعمال بشكل مغاير لتوفر مساحة عمل ومقهى خاص بالنساء، هذا بحد ذاته إنجاز وفكرة عظيمة. أرحب معكم مشاهدينا الكرام بمديرة مشروع سوريلا صبا السنانية، أهلاً وسهلاً فيك. أهلا فيكم تاج، يعطيكم العافية، شكراً للاستضافة. أهلا وسهلا صبا. خلينا نتكلم في البداية عن فكرة هذا المشروع. مساحة سوريلا هي عبارة عن صالة أعمال أو مساحة عمل مشتركة، الأول من نوعها في عمان ومخصصة للنساء فقط، مع طاقم نسائي متكامل. المساحة جدا واسعة وتكفي تقريبا 90 فرد في المرة الواحدة، وعندنا 3 غرف اجتماعات بأحجام مختلفة وعدد مقاعد مختلفة على حسب احتياجات المجموعات.
عندنا استوديو تصوير مجهز ومرتب للمصورات أو المصممات أو حتى خبيرات التجميل علشان يسووا جلسات التصوير فيها. ممتاز جدا صبا، الفكرة وايد ممتازة وفكرة جدا أنا حبيتها، ودائما إحنا نسمع بعض المقاهي إنها توفر أيام معينة خاصة للنساء، ولكن إنه نوفر مساحة عمل وأيضا يتوفر فيها مقهى خاص فقط للنساء، هذه فكرة جديدة، فأكيد واجهتكم بعض الصعوبات في البداية، خلينا نتكلم عنها. الحمد لله ما واجهنا صعوبات كبيرة، بس تخوفنا من فكرة المشروع إنه ما تنفهم بطريقة صحيحة أو بطريقة واضحة. فعندنا في عمان مقاهي للنساء فقط مثل ما ذكرتي، لكن أن تكون المساحة كامل مخصصة للدراسة والاجتماعات والأعمال، هذه الأولى من نوعها. فوايد مركزين أن نوصل يعني الفكرة مثل ما درسناها، مثل ما بنيت، وجميل جدا. وأتوقع أن الفكرة إن شاء الله راح توصل لعدد كبير من السيدات، وأكيد في بنات أو في سيدات أيضا يبحثوا عن هذه المساحات الخاصة ليجدوا فيها الراحة والخصوصية. خلينا أيضا نتكلم عن الدعم. كل مشروع أو كل بداية جديدة مع كل شخص يكون في شخص داعم له، خلينا نتكلم عن الدعم اللي تلقيتي. بتكلم عن شخصين. الأولى هي صاحبة المشروع دكتورة سهام السناني اللي هي تكون خالتي. شخصية قوية وملهمة جداً وشخصية ناجحة أيضاً. دعمها المعنوي وايد كبير لي، وقاعدة أتعلم منها كل يوم أكثر من اللي قبله. والشخصية الثانية بتكلم عن والدتي الله يعطيها الصحة والعافية. تعلمت منها القوة والشجاعة والأسرار أيضاً، ووايد قاعدة تشجعني الإنجاز كل هدف يعني وفكرة أفكر فيها. شكرا صبا، عرفتينا على مساحة سوريلا، هذه المساحة الجميلة والمختصة فقط بالنساء، وفرصة رائعة مثل ما ذكرتي لكل السيدات، لكل الموظفات، لكل الطالبات انهم يجوا هنا ويتعرفوا ايضا على سيدات من مجالات مختلفة، يتطوروا ويبنوا خبرات ايضا جميلة. انا اختم معاكم هذه الجولة، ولكن انا راح اكون متواجدة في مساحة سوريلا، اخلص بعض الاعمال واتعرف اكثر على الخدمات اللي يتوفرها هذه المساحة الجميلة والخاصة بالنساء فقط. أشوفكم في جولة أخرى، ومع السلامة. مراعاة احتياجات الآخرين من أهل وأصدقاء وزملاء، وتقديم بعض التنازلات من أجلهم من وقت لآخر هو أمر لطيف، ولكن لما تكون هالتنازلات أكثر مما ينبغي ويكون دافعها الشعور بالإحراج أكثر من المحبة، ساعتها نكون وصلنا لحالة غير صحية تتمثل في إهمال أنفسنا مقابل السعي الدائم لإرضاء الآخرين. ولكن ليش يا ترى نهمل احتياجاتنا النفسية حتى نلبي هذه الاحتياجات لأشخاص آخرين؟ من الأسباب المحتملة لهذا السلوك هو الاعتقاد بأن هذه الطريقة الوحيدة لكسب المحبة والتقدير، وهذا أحياناً يبدأ بمرحلة مبكرة في الحياة، لما ما يحصل الطفل على الحب والاحتواء من الأهل إلا إذا لبى رغباتهم، يتعلم بأن شخص ما له قيمة في حد ذاته ولازم يبذل جهد دائماً حتى يستحق الحب والاحترام. بهالطريقة ينشأ الشخص وهو حريص دائما على إرضاء الآخرين، ويصعب عليه جدا أنه يرفض أي طلب حتى يتجنب الانتقاد أو إثارة أي مشكلة. طيب ليش يعتبر السعي لإرضاء الآخرين مسألة تستحق التوقف عندها؟ هذا بسبب النتائج اللي تترتب عليها، واللي أولها قلة المصداقية. حتى يظل الشخص منتبه طيلة الوقت لاحتياجاته اللي حوله، راح يضطر يخبي احتياجاته وتفضيلاته الشخصية، بالنتيجة
يشعر هذا الشخص بأنه يعيش حياة ما تشبهها، وربما يشعر أيضا بالغربة عن نفسه وعن الآخرين. ثانيا، علاقات هشة بالآخرين. مع أن العطاء يكون محل تقدير عادة، إلا أن الشخص المعطاء ممكن يكون عرضة للاستغلال، أو في أفضل الأحوال راح يعتبر شخص سهل الإرضاء، وبالتالي ما راح يعطى رأيه أي أهمية تذكر. ثالثا، تراجع قوة الإرادة. لما يكرس الشخص كل وقته وجهده حتى يلبي توقعات الآخرين، غالبا راح يفتقد العزم وقوة الإرادة حتى يحقق تطلعاته وأهدافه الخاصة. كل الأسباب السابقة تؤدي بالنتيجة لتراكم مشاعر ضاغطة جدا، مثل الإحباط والاستياء والغضب، وبطبيعة الحال تنعكس هالمشاعر سلبا على صحة الفرد النفسية والجسدية. إذن كيف نتعامل مع هالرغبة الملحة في إرضاء الآخرين؟ قبل كل شيء، من المهم لكل شخص فينا أنه يدرك قيمته كإنسان بعيدا عن أي خدمة أو وظيفة يقدمها للآخرين، بالتالي هو يمتلك كل الحق في أنه يحدد أولوياته ويلتزم فيها. مع أن هذا الأمر بديهي وبسيط، إلا أنه بالنسبة للشخص شديد التعاطف والواعي بمشاعر الآخرين ممكن يكون صعب في البداية. تحديد الأولويات يتضمن الكيفية اللي نفضل فيها قضاء أوقاتنا، الأشخاص اللي يهمنا تقديم الدعم لهم، والقيم الأساسية اللي نسعى لتحقيقها في الحياة. بعد تحديد الأولويات يصير تحديد قدرتنا على منح الوقت والطاقة لأمور إضافية أكثر سهولة. أما المرحلة التالية فهي وضع الحدود مع الآخرين وتوضيحها لهم بطريقة لطيفة وحازمة في نفس الوقت. هي في النهاية تغييرات تدريجية وممكن تكون بسيطة، إلا أن أثرها على عافيتنا النفسية ملحوظ ومهم. دمتم بخير مشاهدينا، ننتقل معاكم الآن لفقرة تمشية، ورح نتمشى في هذا الأسبوع في واحدة من أجمل المدن العمانية على الإطلاق، مدينة نزوة. رح ناخذكم مع الزميلة تاج البلوشية، تابعونا. أهلا فيكم مشاهدينا في فقرة تمشية، وتمشيتنا اليوم راح تكون بين الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق والتطورات السياحية المعاصرة. تمشية راح تكون في طرق مدينة نزوة، ونوعدكم أن الرحلة راح تكون ممتعة وشيقة، تابعونا. يعتبر سوق نزوة من الأسواق الشهيرة في سلطنة عمان، وهو أكثر مكان يجذب السواح. وعلى فكرة سوق نزوة يعتبر من الأسواق اللي لها أهمية خاصة جداً. السلام عليكم. صراحة هذه أشياء قديمة ونادرة يعني. حلوة. صادق يا
انتشار المطاعم والكافيهات في نزوة صار من الضروريات لخلق تجربة استثنائية وفرصة عشان نتعرف على طرقات وقرى نزوة العريقة. أنا الحين عند فلج ضوط، واحد من أشهر الأفلاج اللي موجودة في نزوة، ويقال أن عمره يوصل لأكثر من 1000 عام. تحتضن نزوة اليوم مشاريع سياحية وأماكن ترفيهية مثل حديقة وادينا المائية، واللي تعتبر وجهة سياحية ومكان ترفيهي جميل جداً للعائلة. إذا حبيتوا أنكم تزوروهم لازم تعرفوا الأوقات الخاصة بهذه الحديقة. في أيام الأسبوع من الساعة 10:30 إلى 7:30، ولكن في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 8:30 إلى 8:30. ولا تنسوا أهم حاجة اللي هو الملابس الخاصة بالسباحة. أنا الحين بختم هذه الجولة معاكم وبروح الحديقة علشان أستمتع. أشوفكم على خير الحلقة الجاية الأسبوع القادم ورحلة جديدة. متابعينا، وصلنا معاكم لختام مشوار كيان لهذا الأسبوع، واللي قدمنا لكم من جميرة خليج مسقط. نلقاكم في مشاوير أجمل في الأسابيع المقبلة. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم على خير، في أمان الله.